على قناة النادي الأهلي وادي فندق الإقامة، وهتشوف حضراتكم بقى تسلسل نزول اللاعبين والتوجه بعد آخر طبعا كلام ما بينهم وبين كابتن حسين البدري، والتوجه إلى ملعب المباراة حتى طبعا التوجه للمحاضرة الأخيرة وبداية المباراة. وليد، النادي الأهلي في لقاء الرجاء الفوز إلى حد ما ضيع العديد من الفرص. اجاي استطاع ان هو لما دخل في مركز المهاجم انه يجيب يخطف هدف بشكل جميل جدا. وليد ازارو بيستمر في اضاعه الاهداف ولكن بيتحرك وبيخلق لنفسه فرص، وكان عنده شكله ايضا النادي الاهلي واجه العديد من الاصابات. كنت شايف هل شايف الاصابات دي ممكن تاثر على النادي الاهلي في هذا اللقاء؟ يا مؤكد ان جماهير النادي الاهلي قلبها وقع لما شافت الاصابه بتاعت وليد سليمان، وكله بدا يفكر في مباراه النجم الساحلي وهل وليد هيكون موجود ولا مش موجود، لان وليد من الاسماء الحقيقه اللي برضه زي ما بنتكلم دايما الحاسمه دايما في المباريات الكبيره. فوجوده في مباراه بحجم الرجاء، انت ممكن يعني تلاقي بديل لوليد سليمان في مباراه من مباريات الدوري، ممكن تلاقي له بديل النهارده، لكن هيكون صعب ان انت تلاقي بديل على نفس الكفاءه الذهنيه في مباراه زي مباراه النجم الساحلي. فاذا كانت ازمه كبيره، لكن الحمد لله اطمننا على وليد سليمان انه هيكون موجود. طبعا انت بتتكلم في اصابات، انت كنت لعيب كوره وعارف لما بيكون عندك ماتش زي ده قبل مباراه مهمه، زي ما بقول لك هو التركيز ما بيبقاش فكره ان انت بتفكر في تفاصيل المباراه والخطه، طبعا ده بيبقى جزء، لكن الجزء الاكبر كمان ان انت بتحاول تحافظ على نفسك من الاصابه، خايف اي شيء ممكن ده يهدد الجهاز الفني مشاركتك. واللعيبه والتوجه للافطار. ده طبعا حسام عاشور مسمار خط الوسط اللي عاد مره ثانيه لتشكيله النادي الاهلي، فاستعاد خط الوسط باريكو ويلا معانه، وكان من في ناس كتير جدا. انا وليد ازارو وحوار مهم جدا ما بينه وما بين سعد سمير، وادي كمان معاهم اعتقد ميدو جابر. الحوارات ديت من الحاجات اللي ممكن تفك وليد ازارو وتشيل منه بعض الضغوط، لان اللعيب في كل فتره بيضيع فيها فرص بتبقى عليه العديد من الضغوط، لان النادي الاهلي من الانديه اللي الجمهور ما بيستحملش اضاعه الفرص كثير. خليني اوجه تحيه لسعد سمير، وفي اللقطه اللي كانت المباراه اللي فاتت لما وليد ازارو ضيع فرصه وراح له وشفناه بيكلمه ازاي وبيحاول يديله ثقه بنفسه وبيحاول يهديه، هي دي بقى فكره اللاعب اللي عنده شخصيه النادي. احنا بنقول او الجماهير حتى بتقول ابن النادي. ده محمد الشناوي حارس المرمى اللي هيبقى في التشكيله الرئيسيه للنادي الاهلي، اصابه برضو شريف اكرامي بالعضله الضامه، كابتن حسام البدري يعني فضل انه يريحه. كلام كبير بيحصل في اذهان المدير الفني كابتن حسام البدري، كابتن احمد ايوب، كل اللعيبه متوجهه للافطار، ولكن العمق اللي في قائمه النادي الاهلي بيدي حلول يا وليد لكابتن حسام البدري. مؤكد بيريحه. انا بس عايز اكمل نقطه سعد سمير، مش اي حد كان يعمل اللقطه بتاع سعد سمير، واضح ان سعد سمير مكمل اهو النهارده. فكره الحاله او الروح دي لما تكون موجوده في الفريق دي بتساعد كتير جدا اي لاعب جديد، بتساعد كتير جدا اي لاعب بيدخل في المنظومه جديد. وليد ازارو انا مش هغير رايي سواء بقوله في قناه الاهلي او بقوله في اماكن تانية، وليد ازارو هو بيظهر في الكادر. طبعا هو مكسب للنادي الاهلي كامكانيات، لاعب عنده كل الامكانيات اللي محتاجها المهاجم. مشكله وليد ازارو يا جماعه وهتكتشفوا ده في المستقبل، مشكله ضغوط عصبيه لا اكثر. هو لاعب صغير، لاعب بيحمل نفسه فوق طاقته، بيفكر الفرصه اللي كانت في الماتش التاني انفراد اللي جاله بعد الانفراد اللي ضيعه لما اداها لاحمد حمودي، واضح ان هي ازمه ثقه. انا بناشد كابتن حسام البدري، هو ادرى بظروف فريقه، لكن انا من خلال رؤيتي ان وليد ازارو اكيد طبعا كابتن حسام بيقعد معاه واكيد الجهاز الفني بيقعد معاه، لكن وليد ازارو ممكن يكون محتاج انه يتم الدفع بيه في اوقات معينه من المباريات، يكون النادي الاهلي ضامن فيها النتيجه عشان يكتسب الثقه رويدا رويدا، وبعد كده هتشوفه مهاجم بجد من طراز فريد، لان الولد عنده كل الامكانيات. وانا عايز برضو اضيف لكلامك استاذ وليد ان بدا الكابتن حسام البدري في عمل تدريبات تخصصيه لوليد ازارو في انهاء الفرص للمرمى. التمرينات التخصصيه هو عباره عن حالات بيبقى موجود فيها المهاجم امام المرمى وبيتمرن عليها ازاي يجيب كره عرضيه بدماغه، ازاي يفنش فيها. طبعا التكرار بيعلم الشطار، وعلى فكره كل نجوم العالم حتى سواريز حتى النجوم الكبار اجويرو كريستيانو رونالدو كل النجوم الهدافين الكبار بيتعمل لهم التمرينات التخصصيه دي حتى وهو مستمر في التهديف. فدي حاجه من الايجابيات المهمه جدا اللي قد تساعد ازارو على احراز الاهداف. طبعا ده شيء مطلوب وشيء لازم يحصل ويعني شيء احترافي.
الجزء النفسي والدعم النفسي مهم جدا. زي ما قلت هو وليد ازارو محتاج انه في مباراه الحظ يقف بجانبه والتوفيق يقف بجانبه. مؤمن زكريا يظهر في الكادر ومعاه عمرو السوليه، ومؤمن زكريا قد يكون بديل في مكان وليد سليمان في الجانب الايمن او برضه هو بيجيد في الجانب الايسر. هل شايف ان مؤمن ممكن يكون له دور كبير النهارده؟ هو مؤمن من اللعيبه الحقيقه اللي انا برضه عن نفسي عندي قناعه كبيره بيهم. مؤمن من احسن اللعيبه اللي بتتحرك في مصر في مركزه في مركز الجناح. دايما مؤمن بياخد، هو برضه عنده شويه مشكله في الفينشنج، لكن هو في الاخر مش مهاجم صريح. يعني مؤمن لاعب بيحرق وبيبقى هداف. ليه؟ لانه بيجي له فرص كتير. وليه بيجي له فرص كتير؟ لانه دايما بيقف في المكان الصح. مؤمن كمان عنده ميزه بتخلي اي مدرب بيدربه يحبه، انه بيعمل واجباته الدفاعيه بنسبه 100%، ولعيب عنده لياقه. صحيح. ولعيب سريع بيتحرك بالكوره بشكل سريع. فمؤمن طبعا لاعب مهم، هو مش لاعب احتياطي، يعني هو في الاخر لاعب اساسي. انت ممكن تعد النهارده 16 17 لاعب في قائمه النادي الاهلي كلهم اساسيين. فطبيعي ومنطقي ان مؤمن طبعا يكون موجود النهارده، ده لاعب منتخب مصر كمان. نرجع لماتش الاتحاد ونقول ان الفوز الى حد ما او اضاعه الفرص كانت دخلت الاتحاد في المباراه، حتى استطاع جونيور اجاي اللي بيظهر في الكادر انه يحرز هدف النادي الاهلي الاول، وفي الشوط الثاني حسين السيد بيحرز الهدف الثاني. ده احمد الشيخ ورامي ربيعه برضو هم كمان وهم رايحين يتناولوا الافطار، والطبيب طبعا خالد محمود ودكتور هاني اخصائي التغذيه بيبقى بيشرف على كل حاجه، لان النادي الاهلي وادي وليد ازارو مره ثانيه طبعا بيخطف الانظار والكل في معسكر النادي الاهلي. الكل على فكره من اللعيبه بتقول لك انه لعيب جامد جدا، يعني حواراتنا مع كل اللعيبه بيقول لك ده لعيب جامد جدا، فرود هدد ما بيتمسكش، صعب ان انت تسيطر عليه، ولكن هو بينقصه اللمسه الاخيره. ادي كريم نيدفيد واكرم توفيق، والاثنين دايما هتلاقيهم في كل حاجه مع بعض، نفس السن ونفس منتخب الشباب ونفس كل حاجه، ودي من الحاجات اللي برضو ان شاء الله كلهم مستقبل ودور كبير. هل طريقه اداء الرجاء، طبعا كابتن عماد النحاس تاني لقاء بالنسبه له، هو ما حضرش فتره اعداد، ما اختارش العديد من اللعيبه، ولكن الناس بتقول لك الرجاء ما عندوش لعيبه، ولكن ممكن هتلاقي صالح موسى لاعب نادي زمالك سابق، عبد الحميد سامي قلب الدفاع لاعب نادي الاسماعيلي السابق، اسلام رمضان حرس الحدود ومنتخب اولمبي راجل لاعب اولمبيات، عندك هاني العجيزي لعيب عنده خبرات في الامام، صبري لعيب عنده خبرات، محمود فتحي اللي بيلعب في خط الوسط ارتكاز او الهاف ديفندر، لاعب الاتحاد ولاعب سموحه، عنده لعيبه برضه عندها خبرات. يعني انا عايز بس انبه واكد ان مباراه النهارده مش هتكون سهله للنادي الاهلي لو النادي الاهلي ما تعاملش معاها بجديه. احنا كلنا لسه كنا بنتفرج على الدوري الانجليزي من يومين بالظبط، وشفنا كريستال بالاس اللي بدا الدوري كان نفس حاله الرجاء كده. نعم. ما كسبش ولا مباراه، ما كانش جاب ولا هدف، ما احرزش ولا هدف زي الرجاء بالظبط، لم يحرز اي هدف، كانت حاله تيبيكال زيه زي الرجاء. وبرده كانوا مغيرين المدرب بتاعهم، جابوا هودسون، بيلعبوا تشيلسي حامل اللقب اقوى فريق في انجلترا في الموسم اللي فات وكسبوه. ادي مؤمن بيتكلم مع دكتور هاني وميدو جابر، وطبعا مؤمن عمال يقول لدكتور هاني يا دكتور بعد اذنك، دكتور هاني ده اخصائي التغذيه، ده واحد من الجنود اللي ليها دور كبير جدا. مؤمن طبعا عمال حاجه عشان يزود عايز وسط يزود له شويه في الرز، يزود له في الحاجات اللي في الاكله برضو. مؤمن لعيب مش سهل وذكي، وادي رامي ربيعه ابتدى يخش في الدنيا يقول له يا مؤمن احنا كنا لسه بنقول بيتحرك كويس، واخد المكان المناسب، ده اهم مكان في الفندق. بص بيجري ورا المدافعين دايما، بص هتلاقي رامي ربيعه فين، مؤمن هتلاقيه بعيد عنه. لقطه جميله جدا بتبين لك ان برضو اللعيب عنده ذكاء حتى في الحاجات الصغيره اللي زي دي. احسن مكان في الفندق جنب خبير التغذيه بالظبط، هو داخلين على اللوبي. طيب هرجع تاني لفريق الرجاء وكريستال بالاس، بس كريستال بالاس هي محظوظ على تشيلسي على طول، فهنرجع تاني للرجاء. الرجاء مع الكابتن عماد النحاس في هذه المواجهات وليد ما عندوش اي شيء يخسره، بل بالعكس بالنسبه للعيبه اللي بتلعب قدام النادي الاهلي ممكن تبان في ابهى صورها، في احسن صوره ليها كابتن سيد عبد الحفيظ، وطبعا حوار قبل ما يخش ليه مكان الافطار، احنا معلش بنقطع الحوار وبنقول لحضراتكم لحظه بلحظه كل حاجه. ادي معلول بيعود مره ثانيه لتشكيله النادي الاهلي بعد يعني اقتراب تونس ان شاء الله برضو تتاهل لكاس العالم، يبقى فيه عرب كتير، وحوار ما بينه وما بين الشعلالي، والشعلالي اللي برضو غير ان هو بلدياته واحد من اهم العناصر اللي بتخلي النادي الاهلي واقف على رجليه من الناحيه البدنيه، وما شاء الله في تفوق كبير جدا ما بين النادي الاهلي في الناحيه البدنيه
الانديه الاخرى، على الرغم من الشعليه ده كان بياخد نقد يعني غير مسبوق، ولما نتائج شغله ظهرت محدش شكره. يعني هو دايما كده، احنا بنحب ننتقد اكتر، لما اللي بننتقده ده بيؤدي شيء كويس بننساه خلاص، فدايما ايه في الحزن فاكرين. احنا هنا في استاد الاهلي ما بنفوتش حاجه الا ما كل حد بياخد حقه، كل حد بيشتغل وبيجتهد وبيبان، واحنا بيبقى عندنا الى حد كبير من فضل الله سبحانه وتعالى استباق فيه ان احنا نبرز يعني ايه شغل، يعني ايه واحد بيجتهد، يعني ايه منظومه. دي حمودي بيحاول يلحق الفطار عشان ما يروحش عليه، ولكن دي من الحاجات المهمه جدا دايما احنا بنبرزها في استاد الاهلي. قبل بس ما نتخطى نقطه الشعليه وكنا بنديله حقه، ماتش مثلا زي ماتش الاهلي والترجي، يعني شغله ان انت تتفوق على الترجي بدنيا في مباراتين، ترجع في الاهلي والمصري في كاس مصر، والاهلي والمصري طبعا، لكن احنا بنتكلم عن اقرب حاجه ان انت تروح في قلب تونس وتكسب الترجي في الشوط الثاني، ده شغل معد بدني وشغل اخصائي تاهيل بدني، فلازم الراجل ده ياخد حقه، زي ما انت التقطف في بعض الاوقات لازم كمان تديله حقه لما يشتغل. طيب هرجع برضو ليك، ان لعيبه الرجاء ما بتبقاش بالنسبه لها طبعا، هي بتكسب كل حاجه لما تلعب النادي الاهلي، بتبان ممكن تعيش على هذا اللقاء، ممكن سيزون في لعيب بيبقى يبتدي يدور على عروض بسبب لعبه امام النادي الاهلي. كل ده كابتن عماد نحاس ممكن يستخدمه في حواره امام النادي الاهلي في الناحيه التكتيكيه، هو ده مربط الفرس بالنسبه للمباراه النهارده وكل المباريات الشبيهه. هو في الاخر مباريات اللي بتلعبها الفرق الكبيره زي النادي الاهلي مع فرق اقل مستوى او فرق ذيل الترتيب هي بتكون فخ لان انت لو ما تعاملت